السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تكون انت كاتب مقالة علمية او بحث وفي كلمة انت مش حاسس ان هي دي الكلمة الصح ان انت بتدور على المرادف ليها، فبيفيدني في كده وانا شغال على الوورد بلاقي في ريفيو ساسوريس هنا موجودة في بروفينج، دي بحدد مثلا الكلمة اللي انا عايزها واقول له ساسوريس، فبيبدأ بقى يقول لي الكلمة دي ايه المرادفات اللي ممكن تحطها او ممكن تستبدلها، تمام، بحيث انها تدي معنى مشابه. طبعا ممكن تكون الكلمة ليها أكتر من مرادف، ما أنت لازم تكون فاهم الكلمة دي معناها إيه في الفقرة دي بالظبط، تمام. يعني ممكن مثلا هنا ممكن ترسمها مثلا أيكونز، تمام، تاخد كلمة أيكون ديت وتعملها ريبليس. ممكن كلمة فوتو دي مثلا تقول له أكسسوارز، تبدأ تشوف إيه الكلمات الاستبدالية بتاعتها فتروح مستبدلها، تمام. مثلا كلمة article thesaurus تبدأ تشوف أني كلمة اللي تناسب الفقرة ديت بالظبط. ممكن مثلا يعني مثلا ممكن تلاقي دي مثلا روح له insert فهو يروح مبدلها وهكذا.